أهلا بكم في موجز لأهم الأنباء من A1 TV. بلغ عدد الحالات النشطة بفيروس كورونا في الأردن 12181 حالة حتى صباح الاثنين بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن وزارة الصحة. كما تم تسجيل 1131 حالة شفاء من مرض كورونا ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 754,856 حالة. وأعلنت وزارة الصحة أمس الأحد عن تسجيل 11 وفاة و986 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الأردن، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 10,127 حالة و777,164 إصابة. قدم عضو لجنة الأوبئة استشاري الوبائيات الدكتور بسام حجاوي تفسيرا لأسباب ارتفاع نسبة الفحوصات الإيجابية والتي وصلت إلى 5.2% من مجمل الفحوصات التي أجرتها وزارة الصحة. وجدد حجاوي ضرورة الاستمرار في تشديد الإجراءات ضد المؤسسات غير الملتزمة بأوامر الدفاع، مشيرا إلى أننا في الوقت الحالي لسنا بحاجة لتشديد الإجراءات من ناحية تقليص ساعات الحركة. يعقد مجلس النواب الأردني اليوم الاثنين جلستين صباحية ومسائية لاستكمال مناقشة جدول أعمال الجلسة الأولى اعتبارا من قرار اللجنة المشتركة القانونية والإدارية المتضمن مشروع قانون أمانة عمان لسنة 2020. وكان المجلس قد أقر في جلسته الأولى الأربعاء الماضي مشروع القانون المعدل لقانون الشركات لسنة 2021 المعاد إليه من مجلس الأعيان دون إحالته إلى اللجنة المختصة. طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان وتنفيذ القرارات الدولية. كما طالبت الخارجية الفلسطينية بترجمة المواقف والانصياع والالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني واتفاقات جنيف والاتفاقات الموقعة وبالتزامها تجاه المواطنين المدنيين. وإلى أخبار الرياضة، حصدت الدول العربية 18 ميدالية ضمن فعاليات النسخة 32 من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020 التي استضافتها اليابان خلال الفترة من 23 حزيران الماضي وحتى 8 من آب 2021. وتصدرت قطر قائمة الدول العربية من حيث عدد الميداليات الذهبية برصيد ميداليتين ذهبيتين بالإضافة إلى ميدالية برونزية، بينما تربعت مصر على عرش الترتيب العام للعرب برصيد 6 ميداليات بواقع ذهبية وفضية و4 ميداليات برونزية. نهاية الموجز، في أمان الله.